برعاية محافظ حمص وتحت شعار أطفالنا حياتنا، أقامت مطرانية الوادي للروم الأرثوذكس يوم فرح الطفولة بمشاركة أكثر من 1000 طفل من أبناء حمص والقرى المجاورة مع كوكبة من أبناء الشهداء والميتم الإسلامي. اليوم نحن سعيدين جدا، أكثر من 1500 ولد مجتمع اليوم بهيدا البرنامج، ومنهم أطفال من حمص، أطفال الميتم ومن أسر الشهداء. هيدا شيء بدل قديش في بعد وطني بهذا اليوم، إضافة للبعد الأطفال هن مستقبل سوريا، هن بيهمونا أكثر شيء، لهيك نحن منركز عليهم كثير. محافظ حمص طلال البرازي شارك الأطفال فرحتهم في هذا اليوم وتبادل الأحاديث والأغاني معهم، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء، فمن خلاله تعرف الأطفال على رمزية ومكانة هذا اليوم لدى الشعب السوري الذي انتصرت إرادته على ظلم المستعمر الفرنسي، كما ستنتصر إرادة الحياة على ثقافة الموت التي تحاول الدول المعادية لسوريا بثها في نفوس الأطفال قبل الكبار. هذه المشاركة الجميلة اليوم في يوم للفرح، يوم للانتصار، يوم للطفولة، تجمع جميع أبناء هذا الوطن بموقف واحد، هو أن يشاركوا مع بعضهم البعض، أولاً بيوم الانتصار ذكرى الجلاء، بيوم الفرح اللي هو تأكيد على أن الحياة ستستمر وأن التحدي مستمر من أطفال سوريا ومن شباب سوريا ومن عائلات سوريا ومن الجيش السوري. اليوم بدعوة كريمة من المطراني تم دعوة 50 طفل من أبناء الشهداء بالجمعية لتكريمهم وقضاء يوم فرح وسرور وتقديم هدايا، وجمعة 1000 طفل، كان جمعية كريم من حصتها 50 طفل من أبناء الشهداء. الحقيقة أنا ما فيني أعبر عن فرحة الأطفال اللي هنن عاشوها، ولكن أنا عيوني عم تشوف فرحتهم الكبيرة. تخلل هذه الفعالية مجموعة من الفقرات والألعاب الرياضية والترفيهية مع عروض فنية لشخصيات كرتونية رسمت البسمة على وجوه الأطفال. أنا اسمي ياسين الأحمد ابن الشهيد عمران الأحمد من محافظة حمص الزهرة. بشكر من مطرانية الوادي وجمعية كريم ومطرانية الوادي القائمة على هي الرحلة، وفعلا اليوم خلى البسمة تنزرع على وجوهنا وأنا بشكرهم كثير، والله يرحم الشهداء. أكلنا أكلات طيبة ولعبنا ألعاب حلوة، شكرا للأمترانية. معنا نحن أطفال الوادي، اجتمعنا مع أطفال حمص ومبسوطين كثير، عم نلعب وناكل أكلات طيبة ونتسلى كثير مع رفقاتنا وتعرفنا على رفقات جداد. كما قدمت الأطعمة المحببة لدى الأطفال والتي بدورها أدخلت البهجة إلى قلوبهم بعد يوم جميل وطويل من اللعب والمرح. من منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.